هاي الغضاريف على الأنف شايفينها هون. انت نحن بنزرع شو الحالة اللي نزرع فيها الغضاريف هاي على الأنف. أورجيكم هلأ فين نحن نزرع هاي الحالة. تصليح الأنف الصيني، الأنف الأفريقي، وكمان بعد الحوادث لما بيصير في حوادث وبيصير في كسر وانخفاض وانخماص بعظام الأنف، بهيك حالات بنستخدم فيها هاي الغضاريف. ممكن ناخذها مع عند الشخص نفسه او بتجي غضاريف من متبرعين، بس غضاريف طبيعيه ما هي غضاريف صناعيه هي شايفينها بتجي من امريكا او ما عند الشخص اخر من عنده. فمثال حلو كثير الانف الصيني شايفينه هلا، شايفين كيف هون الغضروف هذا استخدمناه، اخذنا قطعه من هون الغضروف استخدمناها على ظهر الانف، حتى نحسن نرفع الانف ونعطيها الشكل هذا اللي شايفينه، هالارتفاع الحلو اللي صار الانف طبيعي اكثر. فهذا كله ينطبق على الانف الصيني والانف الافريقي. لاحظوا كمان الانف كيف صغرت، الفتحات حسنت، قاعده الانف صغرت. فاستخدام الغضاريف هي تنطبق على الانف الصيني، الانف الافريقي، وكمان بعد الحوادث والكسور. يعني عندنا خبره كبيره وهائله بالانف الافريقي والانف الصيني. الاسبوع الماضي بيوم واحد فقط اجرينا 3 عمليات تصليح على الانف الافريقي والصيني بيوم واحد، 3 عمليات. فعندنا خبره هائله بيجينا منظمه انحاء العالم لتصليح الانف الافريقي والصيني. طبعا العمليه كانت تحت تحضير موضعي مع المهندس، كلها اقل من ساعه، والخروج نفس اليوم باستشفاء الشارب الازرق من لندن ودبي.